الآن أعزائي المستمعين، نستكمل حفلنا الساهر، حفل كوكب الشرق، سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. لا ده انا حرقت الاوبرا، يالا ده انا كنت اعمل كده دغدغها. فين دي؟ دي اعمل كده تنزل على طول. فين؟ يلا حجاره خلصت ولا ايه؟ كلينكس. لما شفتها قلبي تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت اما الحب أنا آسف يعني يا ست، إيه؟ ما تأخذنيش. في إيه؟ الأغنية دي بتاعت الست يسرى. ست يسرى إيه؟ وأبو. إيه؟ وأبو. طب ما أنا أم، إيه المشكلة؟ إيه سلام؟ لو هو أبو وأنا أم. أبو أم مين؟ لا هو أبو وأنا أم. لا هو أبو إيه؟ هو أبو بس. لا يا أنت عارف اسمه أبو إيه؟ أبو إيه؟ اسمه أبو كلثوم. مفيش حاجة اسمها كده. هو اسمه أبو كلثوم، هو حد سأل؟ الطقطوقة دي اتقالت في الجونة وإحنا عارفين كلنا. جونة إيه يا ابني أنت؟ في إيه مالك؟ أنت مالك مزنزقة ليه كده؟ في إيه يا هتلر مالك؟ أنا كنت عايز أقول لك على حاجة. في إيه يا هتلر؟ يا أم كلثوم. في إيه يا هتلر؟ أنا كنت حابب أقول لك تعالي نمشي مع بعض. هنصيع نمشي. حرمت امشي معاك من ورا ابويا ومامتي، قول اعمل ايه وياه ولا اعمل ايه ويا طنطي. نفسي اشكي لك من جوز خالتي، نفسي اشكي لك وتشوف حالتي، واقول لك علي قاهرني، واقول لك علي بكاني، وجيت اشوف صور عيلتي، ده عم حسين طلع خالي، ده عم حسين طلع خالي. الله يخرب بيت عمي حسين. يلا انا عملت لك احلى حفله اهو، يلا يا فرقه. في ايه؟ كنت فاكره نفسك ام كلثوم وانا مش هعرف. في ايه؟ انت مين؟ قفشتني؟ قولي لي انت مين؟ بصراحه انا مش ام كلثوم. ايوه انا قلت كده برضو، القذاره دي مش ممكن تكون الست. أيوة. انت مين؟ انا بصراحه انا الاصابجي. ايه؟ ام كلثوم خدت كلثوم وطلع على دار الفؤاد. انا عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ سر خطير. ايه هو؟ انا مش هتلر. امال انت مين؟ انا صباح الشحروره. اخرج بره.
يلا يالا. والله لو لأمي حمو بيك وعامل لي أم كلثوم.